نعم. القمة رسميا سوف تبدأ غدا وتستمر يومين، 15 و16 من هذا الشهر، لكن يسبق هذه القمة والاجتماعات المخصصة للقادة قمم أخرى على مستوى الوزراء. مثلا اليوم هناك قمة البي 20 المتعلقة بالبزنس، رجال الأعمال والشركات الكبرى لتوطيد العلاقات وتحقيق التنمية والاقتصاد المطلوب، لكن تبرز دائما على القمة الملفات السياسية. وفي كل قمة من قمم الجي 20 السابقة دائما ما تكون هناك على الأقل أزمة دولية واحدة تفرض نفسها على أجندة هذه القمة. هذه القمة استثنائية لأنها تشهد عديد الأزمات الدولية، من بينها العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جزيرة بالي الليلة الماضية، بينما وصل الرئيس الصيني صباح اليوم قبل قليل وصل إلى هنا إلى بالي للمشاركة في الاجتماعات التي سوف تبدأ غدا. وهناك توقع بأن يكون لقاء بين بايدن وبين الرئيس الصيني بعد حوالي ساعتين ونصف من الآن عند 5:30 بالتوقيت المحلي قبيل بدء هذه القمة. وهذا اللقاء وفق ما تقول المصادر الأمريكية أنه يهدف إلى تحويل العلاقة مع الصين العلاقة تنافسية، بناء على أن العلاقة القائمة حاليا هي علاقة ندية بين حجمين اقتصاديين كبيرين سواء الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن تتحول هذه العلاقة. ابقى معنا عمر للاستعداد لأن نتابع هذه الصور للاستعداد في المشاركة في القمة. يصل الرئيس الصيني إلى بالي استعدادا للمشاركة في قمة العشرين، كما سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسعى لتحديد خطوط حمراء للعلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين. نعم، بالعودة إليك عمر، هل تسمعني عمر؟ كما نتابع معكم مشاهدينا هذه الصور استعدادا للمشاركة في القمة. بعد وصول الرئيس الصيني عقب وصوله إلى جزيرة بالي الإندونيسية، وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن سيحض الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية التي أجرت عددا قياسيا من تجارب إطلاق الصواريخ. عودة إلينا من بالي في إندونيسيا مراسل الغد عمر البشير. عمر، كيف هي أجواء الاستقبال في مدينة بالي؟ يعني كما كنا نقول قبل قليل، هذه القمة التي تبدأ غدا بها أو مفروض عليها عدد من الملفات الهامة والخطيرة التي أحدث مشاكل على مستوى العالم، من بينها العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تشهد لقاء اليوم بين جو بايدن الرئيس الأمريكي ونظيره الرئيس الصيني على هامش هذه القمة. والنقطة الثانية أيضا الهامة المفروضة على هذه القمة هي الأزمة في أوكرانيا. الحرب في أوكرانيا أدت إلى مشاكل في الطاقة، مشاكل في الاقتصاد على مستوى العالم، مشاكل سياسية جمة. صحيح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحضر هذه القمة وينوب عنه وزير الخارجية الذي من المتوقع أن يعقد أيضا لقاءات مع القادة، قادة الدول في هذه القمة، على الأقل مع رئيس الأندونيسي إذا ما رفض إجراء مقابلات من قبل باقي الأطراف معه، خاصة وأن الدول المشاركة في هذه القمة الاقتصاديات الكبرى في هذه القمة ضغطت على أندونيسيا كي يتم سحب الدعوة الموجهة إلى بوتين، سحب الدعوة الموجهة إلى موسكو للمشاركة، إلا أن أندونيسيا كانت في موقف واضح أنها أبقت على هذه الدعوة، وأيضا وجهت دعوة إلى الرئيس الأوكراني للمشاركة إلا أنه اعتذر عن المشاركة بناء على وجود
الجانب الروسي في هذه المشاركة. إذن هي أزمة سياسية عالمية تفرض نفسها بقوة على أجندة هذه القمة، التي بالمناسبة هي معنية بالاقتصاد والتنمية بالدرجة الأولى، لكن دائما ما تكون القضايا السياسية فارضة نفسها على قمم الجي 20 المتعددة التي بدأت منذ العام 1999. على أي حال، القمة رسميا سوف تبدأ غدا بمشاركة 19 دولة من الدول ذات الاقتصاديات الرائدة والنامية أيضا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. نعم، شكرا لك، كنت معنا من بالي في إندونيسيا، مراسل غد عمر البشير.